برضو يا جيمي، انت كنت عايز تتكلم عن كهربا ودوره وتشكيل في تشكيل الاهلي. لا كهربا كمان بكره عنده دور كبير جدا، يعني لو بدا بشكل اساسي زي ما بيبدا، واعتقد هو المهاجم الاساسي بكره. يعني كهربا، كهربا عنده حاجات يقدر يعملها قدام فلومينسي بشكل كويس قوي. انت بتتكلم في خط دفاع يعني سنه كبير، فليب ميلو كثير الاخطاء، وتقدر تاخد من وراه ضربات جزاء وتمريرات مقطوعه وحاجات كتير جدا، لانه دايما بيعتمد على الخشونه اكتر ما هو كمان بيلعب على ان هو يلعب مثلا كوره او يستخلص كوره، لا هو بيتعمد اكتر الخشونه. ولكن فليب ميلو ما بقاش برده زي فليب ميلو ايام بالميراس حتى، يعني هو دلوقتي كمان سنه كبر 40 سنه، البطء بتاعه عالي جدا. 40 سنه بس، الحارس تتكلم في 44 45 سنه، تتكلم في خط دفاع بطيء مهما كان بطيء. اكيد مارسيلو يظل خبراته، اكيد برده بيقدر يقف بشكل صحيح، ولكن مع طريقه حتى فرناندو المدير الفني في حته اللي هي اللا تمركزيه دي، لا اعتقد الموضوع هيبقى صعب جدا عليهم في حته بيرسيتاو وشحاته كهربا، خاصه كهربا، لان كهربا من اللعيبه اللي بتعرف تاخد مكان كويس قوي. كهربا مش المهاجم اللي هو الصريح اللي يقول لك انا عايز اناقشك في دي، لان الادوار بتبقى على كهربا. مش انا شايف ان دور الناس اللي تحت كهربا، لان ممكن جدا كهربا هيتحرك في المساحات، لكن لا، مين اللي هيوصل ان تايم اللي هي دي الكوره؟ زي الكوره اللي جت ضربه جزاء مثلا، هو اتحرك بشكل معين. فكمان مهم جدا الناس اللي تحت، يعني انت بتتكلم على كهربا هيتحرك، بتتكلم على حسين، بتتكلم على امام، برافو عليك، كوكا، برافو عليك، على مروان، على مروان اللي توصل بقى. دول كلهم بيقدروا يلعبوا التمريرات الطوليه بشكل رائع جدا. انت لو بتتكلم على مروان، انت بتتكلم مروان عطيه ليه كان افضل لعيب في المباراه اللي فاتت؟ مروان كان في كل حته من الملعب، وكل ما بيستلم الكره بيمررها بشكل صحيح ومش بيمررها للي جنبه. مروان كان بيقدر يلعب الكرات اللي هي التمريرات الطوليه دي بشكل رائع جدا، سواء لبيرسي او حتى لحسين الشحات. انت بتتكلم في 9 تمريرات طوليه صحيحه من اصل 12. لا انا بشوف ان ده رقم كبير. عشان كده اصل الفيفا لو بتختار افضل لعيب في المباراه، انت حضرتك عارف ان هم مش بيختاروه، انت شايف ان ده افضل لعيب، صياط وتحليلات بيانيه، وشايفين ان ده اكتر لعيب. لا بالظبط كده انا عارف.